تقلقش لانك دخلت متاخر؟ بطبيعه الحال اي واحد كيبغي يشارك في الديربي بالنسبه لي انا كان كما انا بالنسبه ياسين صحيح كنت كنتمنى باش نشارك في هذه المباراه هذه صافي كيبقى اختيارات المدرب ما عندك ما دير كتحترمها بطبيعه الحال خاصك تحترم القرارات ديال المدرب هو خاصك انت كتبغي تدخل ولكن المدرب ما عندك ما دير بالحديث عن الطوسي قدم اضافه في الدورات القليله الماضيه كنقول بان قدم اضافه سيرتو كانت انطلاقه ديالنا ضد الدفاع واخا نقطه ضد الدفاع الجديدي كانت انطلاقه موراها فزنا على بركان كما كنقول لك تنتمنى من الله باش تكون انطلاقه ديالنا وفرحوا جمهور فريق الرجاء البيضاء ان شاء الله. يعني فخر الدين جاني زميل نوفل بحال بغى يشريها للصالحي. حيت الصالحي يمكن يعني كان شويه يعني مقلق ما بغاش فهمتي لانه اي لعاب كيتمي وخصوصا الصالحي فهو كان دائما ما عمره ما كان احتياطي فهذه كره القدم لا هي محترفين اللاعبين الشباب اللي قهمهم صراحه يعني رشيد الطوسي يعني ظهروا بمستوى متميز. لا لا ما هو الصراحه المشكل ديالو لا هو لا اول حاجه هذا انا العصر اللي المكانه ديالو راه كاينه يعني هانت شتي عصام الرقي رود كرول هو اللي كان شجاع باش يعني اجلس الصالحي ولا اول حاجه ذكرت الاحتياط هو اللي عطى الفرصه لكل من بوطيب والبانون لان المستوى ديالهم البانون ما كيلعبش في المكان اللي كيلعب فيه انا كنقول لك بان الصالحي غادي يحتاجوا رشيد طوسي من ناحيه الكره واللي كنقولوا مازال يعني البطوله مازال طويله هادو لاعبين اللي مازال يعول عليهم فريق الرجاء كيما قال لك العوان ما كيسولوا في واحد السؤال تاعنا حس شويه بالغضب وهذا ولكن معك انا قال لك بانه انا كنختار الردود انه يدخل يعني صالح شفنا على حساب الصور في يعني احنا ما كناش في الميدان ولكن ربما على حساب الصور اللي شفنا في يعني في التلفزيون انه كان حاله تردد من الصالحي انه يدخل في العشر دقائق الاخيره هذا مشكل كتبقى مع بعض اللاعبين اللي كيكونوا شويه عندهم كيف كنقولوا حنا الكاركتير ديالو كيكون شويه صعيب باش تمشى معاه وهذا يوقف في الوداد كيبينوا في الملعب لان ملي دخل الصالحي راك شتي الكرات اللي يمكن يدخل لا ما الا كنتي داخل ما مهيئش جلال راك ما غاديش تكون